بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا ووكل به قرين. أعزائي وأحبابي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. أسعد بأن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلدنا الحلوة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في موضوع غاية في الأهمية، وجات لنا عليه طلبات كتيرة وأسئلة كتيرة، ألا وهو القرين. ما هو القرين؟ وهل القرين ده جن ولا عفريت ولا إنس ولا ملائكة؟ وللإجابة على هذه الأسئلة يشرفنا ويسعدنا حضوره معنا اليوم الراقي الشرعي والباحث في الطب العربي الشيخ رجب الحداد. أهلا وسهلا يا شيخ. أهلا بك يا فندم. كما يسعدني ويشرفني جلوسي معه اليوم في نفس الاستوديو الإعلامي المتألق ربيع فريد. أهلا وسهلا ربيع. أهلا بك، أشكرك يا محمد على التقديم الجميل ده. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم بلدنا الحلوه. زي ما وعدناكم دايما ان احنا بنلبي يعني طلباتكم ورغباتكم في اي حاجه بتطلبوها مننا. بعتتولنا وقلتولنا عايزين نتكلم عن القرين. حاولنا نتواصل مع الشيخ رجب الحداد، طبعا مشكورا وافق وحضر معنا النهارده عشان يجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم طلبتوها. وبرحب بيه، اهلا بيك يا شيخ رجب، نورتنا النهارده. ربنا يبارك في عمرك. يعني اول حاجه طبعا عايزين نعرفها، ايه هو القرين وايه انواع القرين، وهل يختلف عن الصاحب والخليل؟ يعني كذا حاجه كده مع بعض عايزين نعرفها كده مره واحده. حاضر يا فندم، اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. القرين من الجن، القرين من الجن، وفي قرين من الملائكه، وفي قرين من الإنس. قرين الجن ده الموكل بالإنسان لإغوائه، دايما يوسوس له بالسوء وبالمعاصي والعياذ بالله. قرين الملائكة ده برضه مقترن بالإنسان، ولكن ده دايما بيكتب على الإنسان اللي هو أعمال الخير أو أي شيء الإنسان بيعمله. طيب قرين الإنسان من البشر، قرين الإنسان من البشر ممكن يكون صاحبه السيء اللي والعياذ بالله بيأمره بالإيه؟ بالمعاصي. ده بنسميه قرين. القرين اللي هو الملازم، القرين هو الملازم، القرين ده من الجن، القرين من الجن، والشيطان ايضا من الجن، والعفريت من الجن، والمارد من الجن. فالجن ده اسم عام، الجن ده هو اسم عام. منه بقى المارد والعفريت والجن والشيطان وكل ده. بنسميه قرين ليه؟ لانه ملازم او مصاحب للشخص، فعشان كده بنسميه قرين، مقترن به. كل واحد فينا معاه قرين، كل واحد فينا معاه قرين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستهل الشيطان صارخا فينخسه في جنبه. دي بتكون بداية تفعيل الخدمة، أو الشيطان بداية تفعيل خدمة القرين مع هذا الشخص. فكل واحد فينا معاه قرين من الجن ومن الملائكة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي مع الصحابة فبيسألوا: يا رسول الله، حتى أنت يعني أنت كمان يا رسول الله معاك قرين؟ قال: نعم، غير أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير. أسلم هنا يعني سلم الأمر، مش إن هو دخل الإسلام، دخل دين الإسلام. فأسلم فلا يأمر إلا بخير. وهذه الخاصية خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل حد فينا معاه قرين من الجن وقرين من الملائكة، وطبعا في قرناء اللي هم إيه، أصحابه أو زمايله أو الناس اللي هو مصاحب ليهم. طب إحنا بياخدنا سؤال تاني يا شيخ. طبعا النفس بيبقى فيها وسوسة والنفس الأمارة بالسوء، فهل دوت بيندرج تحت القرين ولا هي دي النفس الأمارة بالسوء؟ عايزين نعرف الفرق. وسوسة القرين تكون دايما مستمرة مع الايه؟ مع الإنسان. أما وسوسة النفس بتكون على حسب الشهوات أو على حسب الهوى. وطبعا القرين مع الإنسان ملازم ليه باستمرار، ملازم ليه باستمرار في كل أوقات حياته، هو ملازم ليه لحد ما يموت. يعني الإنسان فينا بيفضل معه قرينه من ساعة ما يتولد لحد ما يموت، ماشي؟ الموضوع الوسوسة من النفس، في نفس أمارة بالسوء وفي نفس لوامة وفي نفس مطمئنة. النفس الأمارة بالسوء دي بنسميها الهوى، الإنسان يتبع هواه، فهنا بنسميه نفسه أمارة بالسوء. أما وسوسة القرين بتفضل مستمرة مع الشخص على طول باستمرار في كل طاعة. لو بيصلي أنت مرائي، انت بتطول في السجود عشان خاطر الناس تقول كذا كذا كذا، عشان تقول انك انت خاشع وانك انت بتصلي وانك كذا او كذا. فالقرين دايما يشوف الانسان ويشوف كمان هو نفسه فيه ايه او ميوله فيه ايه، ويبدا يدي له الضد على طول. اي عمل هتصدق بتصدق عشان الناس تقول عليك جواد وكريم وكذا وكذا، لحد ما يرجع عن هذا العمل. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. طب
طيب بالنسبه للقرين احنا عرفنا حضرتك ان هو ملازم للانسان في كل حاجه. تمام. طيب هو برضه بيفرح زيه على الفرح ويحزن لحزنه؟ يعني موضوع فرح القرين او زعل القرين او الكلام ده كله، القرين دوره في حياه الانسان الوسواس والاغواء. ليه ادوار تانية؟ ايوه ليه ادوار تانية، هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. اما ان القرين يزعل على زعلي او 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 يفرح عشان خاطر انا فرحان، فده كلام لا دليل عليه ولا نعرف عليه دليلا. هو الراجل القرين ده وكل بالوسوسه والاغواء. تمام؟ فقصه يزعل يفرح عشان خاطر صاحبه او الموكل به فرحان او زعلان، الامر ده ليس عليه دليل. ان شاء الله بنوجه الساده المشاهدين ان شاء الله هيبقى معانا في الحلقه دي، هنفتح تليفونات، فاللي عنده اي سؤال من اي حاجه عايز يسال الشيخ يا ريت كده ورقه وقلم ويكتب السؤال سريعا عشان نقدر نستقبل اكبر قدر ممكن من الاسئله ونجاوب على حضراتكم. طب نرجع تاني لموضوع حلقتنا يا شيخ، هل القرين ده بيموت مع موت الانسان ولا بيتنيه عايش بعد ما وفاه الانسان؟ احنا قلنا ان القرين بيفضل مع الانسان من ساعه ما يتولد لحد ما يموت. تمام. وبعد ما طيب الموت. بعد ما يموت بقى ايه اللي بيحصل؟ لكل اجل كتاب. الجن لهم اعمار مثل الانس تماما، هو وكل بيه، المهمه بتاعته انتهت. مش معنى المهمه انتهت ان هو عمره هينتهي، لا ابدا، هو له عمر وله اجل عند الله تبارك وتعالى. يعني اذا موته مش مرتبط بعمر الانسان؟ لا لا مش مرتبط ابدا بعمر الانسان. وميلاده يعني بيولد مع الانسان ولا بيبقى هو موجود اساسا؟ هو بيوكل بيه، بيوكل بالشخص ده ماشي لحد ما هو مثلا يبلغ سن البلوغ، يبدا بقى يوكل به قرينه من الملائكه، لانه خلاص هيجري عليه القلم، هيتحاسب بقى على كل كبيره وصغيره طالما بلغ سن البلوغ. تمام. انما القرين بتاع الجن والشياطين ده مقترن به من صغره. طب وعند البلوغ بيجي له القرين بتاع الملائكه ولا بيبقى معاه برضه من صغره؟ لا قرين هو لحد سن البلوغ هو هنا مش مكلف. يعني ما عندوش غير القرين اللي هو الجن بس. رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يبلغ. تمام. هل القرين يعني بيعلم الغيب ويبلغه للصحراء زي ما احنا بنسمع كده يقول لك ايه ده في ساحر او دجال يجي يقول مثلا للحاله اللي قدامه يقول له انت امبارح مثلا اكلت كذا وعملت كذا وقابلت كذا والكلام ده كله، هل القرين ليه دور في الموضوع ده؟ اكيد ليه دور طبعا. الساحر ده احنا قلنا ان جماعه السحرة بيستعينوا بالجن. هو لما استعان بالجن احنا قلنا استعان به من خلال الكفر، واتكلمنا قبل كده ازاي تكون استعانه بالجن. هو كفر بالله تبارك وتعالى، خلاص كده بقى معاه جني. انت حضرتك جيت لي وانا عايز اعرف انت عايز ايه بالظبط. تمام. يعمل ايه؟ هو يخلي الجن اللي معايا يتواصل مع القرين، لان القرين من الجن، فجن بيتواصل مع الجن فيقول لك انت تعشيت كذا امبارح وعملت كذا وانت من البلد الفلانيه وجاي عشان خاطر كذا كذا كذا. فبيضطر طبعا الحاله او المصاب يندهش، هو عارف الكلام ده ازاي؟ الشيخ ده راجل بركه، هو لا بركه ولا حاجه، هو راجل بيستعين بالجن وكافر بالله تبارك وتعالى. فالقرين برضه من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيبلغ الساحر عن اسرار المصاب واسرار المريض اللي هو جاي للساحر ده. بيبلغه ده جن وده جن من نفس الخلقه، بيبلغه باي حاجه حصلت لكن هتحصل. اي حاجه حصلت لكن هتحصل. لا ازاي؟ الغيب في غيب نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي ماشي ممكن الانسان يعرفه، ممكن الجن يعرفه، انما الغيب المطلق لا يعلمه الا الحق تبارك وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يعني ايه الغيب النسبي؟ الغيب النسبي حضرتك دلوقتي لو انت في جيبك مبلغ من المال، انت عارف في جيبك قد ايه؟ لو انا معايا جن وبستعين بالجن اقدر من خلال القرين بتاعك اعرف انت جيبك فيه قد ايه؟ تمام؟ ده غيب نسبي. تمام؟ غاب عني انا، وانما انت حضرتك عارف في جيبك قد ايه مبلغ من المال او بيتك فيه قد ايه من المال، تمام؟ الغيب المطلق اللي هو بكره هيكون في كذا، اي حد يقول لك كده يقول انت كذاب قولا واحدا. تمام؟ ليه بقى؟ لان ده غيب مطلق، احنا ما نعرفش بكره في ايه ولا بعد سنه في ايه ولا الساعه هتقوم امتى، صح ولا مش صح؟ صحيح. فالغيب في نسبي وفي مطلق، الجن يعلم الغيب النسبي. اما المطلق فلا يعلمه الا الحق سبحانه وتعالى. طب هل يستطيع القرين اذيه الانسان؟ وفي برضه بعض المقولات كده بتقول يعني مثلا لما حد يجي ينام زعلان او ينام فرحان فبقول له ما تنامش زعلان او تنام فرحان عشان اختك ما تاذكش او الكلام دوت. فالمقولات اللي متاخده دي في الامثله الشعبيه وفي الناس اللي هي البسيطه دي، عايزين نوضح لمرتي، هل دي فعلا موجوده في القرين اللي هو اذيه الانسان؟ والله الشعب المصري شعب طيب بطبيعته، لازم يجود ويحط كده يعني التاتش بتاعه في كل مساله. جدا شعب طيب جدا. قضيه ان الانسان اخته تحت الارض واخته فوق الارض والكلام دوت طبعا يعني ليس عليها دليل. اما الانسان لو نام زعلان ولا كده ممكن يصحى الصبح يقول لك انا لما بنام زعلان بقوم الصبح احس ان في او الاقي في علامات زرقاء على جسمي. تمام. وتلاقي برضه الناس يقول لك لا ده القرين كان بيحتضن وهو نايم. حضرتك القرين قلنا ان هو جاي يوسوس، فهو حضرتك هيوسوس ولا هيحتضن؟
تمام. طيب العلامات الزائده دي بتكون ايه؟ ممكن الانسان ده ربنا يحفظنا جميعا ممكن يكون كان يحصل له جلطه من شده الزعل، خاصه الانسان هو نايم بتكون الدوره الدمويه يعني بتجري اجرين بطيء. تمام. اما حته ان تحت الارض وفوق الارض واخته والكلام ده كله، هذا الكلام ليس عليه دليل. طيب امتى بقى يا شيخ القرين بيتدخل في حياه الانسان ويستحوذ على كل اموره؟ يعني امتى بقى الموضوع ده بيحصل؟ اول سبب من اسباب استحواذ القرين الا هو المعاصي. الانسان يعصي ربنا سبحانه وتعالى، الانسان يكون عاصي لربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي يستحوذ عليه القرين. يستحوذ عليه القرين، هو خلاص الف المعصيه وعاش مع المعصيه، فطبع الران على قلبه، خلاص هو تعود على المعصيه. تيجي تقول له صلاه يقول لك لا معلش سامحني. طب يا حبيبي ارجع لربنا سبحانه وتعالى. طب حاضر ان شاء الله باذن الله بعدين. طب وبعدين؟ ده القرين استحوذ عليه. تمام. في شيء ثاني ممكن القرين يستحوذ عليه بيه؟ ايوه، لو الانسان تعرض لحسد شديد. تعرض لحسد شديد، طبعا من اعراض الحسد تقلب المزاج، المحسود دايما كل ساعه في حال. تمام. فشيطان الحسد بيتعاون مع القرين، يبدا هنا الاستحواذ على الشخص. فان هنا لما اجي اعالج بعمل ايه؟ بعالج اصل الاصابه، زي ما قلنا قبل كده كذا مره ان احنا بنعالج اصل الاصابه او الصدمه النفسيه. ليه الصدمه النفسيه؟ عشان الانسان بتبقى جوه منه صراعات داخليه مستمره عمال يغلي من جواه. تمام. فبالتالي هنا بيتدخل القرين، انت ما حدش حاسس بيك، انت مكانك مش هنا، انت دي مش قيمتك. فبالتالي الشخص ده يحس بالظلم ويبدا والعياذ بالله يعني يشك في قضاء ربنا سبحانه وتعالى ويغضب ويسخط على قضاء الله تبارك وتعالى. ولكن الباب الرئيسي لاستحواذ القرين هو المعاصي. المعاصي والذنوب سبب في كل شقاء وبلاء. نسال الله تبارك وتعالى السلام. اللهم امين. معانا اول اتصالات تليفونيه، احنا عارفين ضغط كتير جدا على التليفونات، فاول اتصال استاذ ناجي. معانا استاذ ناجي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا استاذ ناجي؟ الله يخليك، الله يبارك لك. عرفنا بحضرتك، اتفضل. انا كنت عايز اسال الشيخ رجب ازاي ان انا اتغلب على قريني؟ تمام. ازاي ان انا اتغلب على قريني؟ تمام. في اسئله ثانيه يا استاذ ناجي؟ لو انا ماشي دلوقتي، معلش لو انا ماشي دلوقتي قريني متابعني من 24 ساعه. انا كنت قريني خليني ماشي دلوقتي موسوسني باستمرار. تمام. انا عاوز اتلاشاه، عايز مثلا ان انا اتلاشاه. ايوه، كيفيه التغلب على القرين. سؤالك وصل يا استاذ ناجي، في اي اسئله ثانيه؟ شكرين. شكرا يا استاذ ناجي. كيفيه التغلب على القرين؟ شكرا جدا. السؤال ده برضه ازاي؟ ازاي يتغلب على القرين؟ قلنا ان هو بيستحوذ، يتغلب عليه ازاي؟ احنا قلنا القرين ماشي بيستحوذ على الانسان. طب انا مش عايزه يستحوذ علي، عايز اعيش انسان كده هادي مطمئن النفس راضي بقضاء الله تبارك وتعالى، ابتعد عن المعاصي، ابعد عن اي معصيه. طب ما انت بتقول برضه ان الصدمه النفسيه ممكن تكون سبب في استحواذ القرين. طب هو ليه الانسان اصلا لما يحصل صدمه نفسيه يتعب ويتعذب والقرين يبهدله؟ ما هو لو راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى هيسلم ويرضى، صح ولا مش صح؟ من الذي قدر البلاء؟ الحق سبحانه وتعالى. من الذي سيرفعه؟ الحق سبحانه وتعالى. فالمعطي هو الله والمانع هو الله تبارك وتعالى. فالانسان لو العقليه ديت عنده ولو النفسيه ديت عنده خلاص هيستريح. انا ربنا اعطاني مال الحمد لله، سلب مني المال برضه الحمد لله. هي الصدمات والازمات كلها ايه؟ سلب او منع، صح ولا مش صح؟ فالانسان لو ادرك ان ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى خلاص هيسلم وهيرضى. ايه المشكله يعني؟ في ازمه هتعدي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، في قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى، انا ما اعترضش، انا عبد عند الله تبارك وتعالى، عبد مامور ولي سيد امر، ولا ينبغي للعبد ان تكون ارادته بخلاف اوامر سيده. فانا عشان اتغلب على القرين ازود من الطاعات. طب لو هو استحوذ علي وعمال يديني وساوس وساوس وساوس، ايه هو بقى علاج الوساوس؟ الانصراف عن الوساوس، الانصراف عن الوساوس. تمام. عشان كده حتى في الشرع بتاعنا وفي الدين الحنيف قال لما انت تكون بتصلي وشكيت مثلا هم اربعه ولا ثلاثه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن، خليهم ثلاثه. اليقين بيقول ان هم ثلاثه، ليه؟ عشان يصرف عنك الشيطان، وان في شيطان اسمه خنزب او خنزب، ده بيوسوس دايما الانسان ويعرض له في صلاته، فالانسان يبقى تايه، هم دول ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاث ركعات؟ لا اربعه، لا ده صلاه الظهر، لا ده جاهليه، لا ده سريه، ويفضل على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك اقطع شقي باليقين فليبني على ما استيقن. فهنا علاج الوساوس، وساوس القرين، الانصراف عن الوساوس، ان انا اشغل الوقت دايما باستمرار فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ابن القيم قال ايه؟ نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بالباطل صحيح. تمام؟ بارك الله فيك. معانا اتصال ثاني يا شيخ، يا استاذ محمد. الو؟ الو؟ ايوه يا استاذ. ايوه ده مش استاذ محمد، تشرف بحضرتك. ايوه
محمد من الفيوم. ام محمد اهلا وسهلا ام محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ. انا تعبانه يا استاذ، بقالي 15 سنه متجوزه ابن عمي، وبعد ما اتجوزت على طول مشاكل انا وهو على طول على طول، ودلوقتي اتطلقت ومعايا 3 اطفال، وكل ما اروح لشيخ يقول لي انت عندك سحر اسمه سحر سفلي، وعلى طول افكار بتجيلي في دماغي يقول لي كلام وحش على ربنا، كلام وحش على ربنا كده على طول في دماغي على طول. وانا تعبت خالص يا استاذ، انا تعبت خالص يا شيخ، بقالي 15 سنه وانا عماله الف، ورحت 5 دكاتره امراض نفسيه، مش عارفه انا عندي ايه بصراحه. على طول افكار في دماغي يقول لي كلام وحش على ربنا، يبعدنا عن ربنا، زي اكون هلقى نفسي في القبر. طب هي ام محمد، هي يعني وسوسه بس، ولا انت بتشوفي حاجه مثلا؟ عندك اعراض ايه يا ام محمد في المنام او في اليقظه؟ في المنام كان بيجيني يعني زي كنا مؤاخذه كده، زي كنا يعني معايا حريم متجمع معايا وكده في المنام. تمام تمام، شكرا يا محمد. وصلت لو في حاجه تاني، لو في حاجه تاني ممكن تكملي، لو في حاجه غير اللي حضرتك قلتيه. ماشي، شكرا يا محمد، اتفضل. طيب هي ام محمد في الغالب عندها عشق، في الغالب، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، لان احنا اخذنا عرض واحد، وطبعا العرض ده يعني بنسبه 70-80% بيقولوا ان هي عندها عشق، بتشوف جماع في المنام. وطالما عندها عشق فوارد جدا يكون العشق ده هو سبب التفرقه بينها وبين زوجها. تمام؟ شيء ثاني، هي طالما عندها وساوس في العقيده خاصه، يبقى عندها استحواذ قرين. سببه ايه بقى؟ مش سببه العشق، سببه الحسد. عندهم حسد شديد، فالحسد لما تطور عليها شيطان حسد عمل لها وساوس، وبعد كده القرين تعاون معاه فعملوا حاجه اسمها استحواذ قرين او وساوس في العقيده. الشخص اللي زي ده ممكن تكون عنده رغبه في الموت، ورغبه في البكاء، ورغبه في الانتحار، عنده حاجات كتير جدا جدا. فسبحان الله العظيم، هو ليه بيعمل له وساوس في العقيده؟ عشان ما يرضاش على ربنا سبحانه وتعالى. وطالما الانسان مش راضي على ربنا سبحانه وتعالى، خلاص كده الحياه بالنسبه له بتبقى يعني بتبقى اسود تماما، فممكن ان هو خلاص يقبل على الموت، على الانتحار، على اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. معنا اتصال ثاني، استاذه اسماء، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد انور الاعلامي منور الدنيا، واستاذ ربيع فريد بدورين الثاني، والله ربنا يبارك في حضرتك. اهلا بيك، ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك منور. الشيخ رجب حدادي يعني راجل محترم، الشيخ بيديك المعلومه والنصيحه للناس، ربنا يكيد فيه يا رب المسلمين كلهم. ربنا يبارك في حضرتك، ودي شهاده نعتز بيها طبعا. طبعا. اولا انا حابه بس يعني اشكر يعني القناه اللي طلعت ناس محترمه زي حضرتكم، وانتم بتقولوا بلدنا حلوه، انتم ناس الحلوه اصلا. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، احنا بنشكر سعادتك جدا والله. اتفضلي سعادتك، لو في اي استفسار. ربنا يوفقكم ان شاء الله. كان ليا سؤال كده للشيخ رجب، يعني اتفضلي يا فندم، تحت امرك، اتفضلي. كلنا اذان صاغيه، اتفضلي يا فندم. يا شيخ رجب، هو بس في استفسار بسيط، هو ليه كل الناس اصبحت يعني حادثها الشاغل دلوقتي موضوع القرين، واصبح بيعلقوا كل حاجه على القرين، حتى اقل الامور اصبحت بتتعلق على القرين، والاغرب انه بقى موضوع السحر بقى منتشر، وكاننا احنا في دوله غير مسلمه، وكان ما عندناش مبدا واخلاق. ليه اصبح الموضوع ده سهل، وازاي ان احنا يعني نقي نفسنا من شياطين الانس قبل شياطين الجن؟ واشكركم. سعداء جدا بمداخلتك معانا يا استاذه اسماء، وسؤال مهم جدا فعلا، ولازم الشيخ رجب يجاوبنا عليه برضه، لان احنا متجاوبين فعلا مع اللي بيحصل. يعني الاخت اسماء سؤالها ما شاء الله يعني في قمه الروعه، رفع الله تبارك وتعالى قدرها ورزقنا واياها الفهم. امين يا رب. ليه الشياطين بتتسلط على البني ادمين؟ ليه الناس كلها النهارده بقى كل حديثها السحر والعين والمس والقرين والكلام ده كله؟ صحيح. ليه؟ الاجابه في كلمتين اثنين، البعد عن الله تبارك وتعالى. واحد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك دي، إحنا سبحان الله العظيم الناس النهاردة بقت يعني في ضنك، ضنك في المعائش، ضنك في الأرزاق، حتى ضنك في الأفهام، حتى ضنك في الأخلاق. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فسبحان الله العظيم، أنت لما تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى أنت منتظر إيه؟ إحنا قلنا المعصية سبب لكل شقاء وبلاء، فأنت دايما خليك من قريب من ربنا سبحانه وتعالى. واحد بيقول لأحد السلف، بيقول له: كيف أنجو إذا كانت سهام القدر ستصيبني حتما لا محالة؟ قال له أخي: كن بجوار الرامي تنجو. خليك دايما قريب من ربنا سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. طيب
هتقولي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اعبد الخلق، هل ده كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى برغم ان كده سحر؟ هقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لما شرع سحر النبي صلى الله عليه وسلم وان السحر يقع على النبي صلى الله عليه وسلم شرعه عشان يكون تشريع للامه، لان الجن امر غيبي، فلو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سحر كانت الناس هتنكر هذا الامر. فالسحر يا جماعه والعين والمس والكلام ده كله ده مرض زي اي مرض، يجي للانسان العاصي وغير العاصي والطائع، يجي للانسان السليم والغير السليم، تمام؟ فانا بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وارجع اشتكي، لا يا عباد الله، الانسان دايما ياخذ حذره، لازم الانسان ياخذ حذره من كل شيء، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا اذكار، حط لنا تحصينات نبويه، امشي عليها واستعين بالله تبارك وتعالى، ما بقاش مبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وارجع اقول اصل انا مش عارف كده متضايق مالي، مالك ايه؟ ما انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، العلاج اهو، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اسجد توكل على الله تبارك وتعالى، ما تاخرش ابدا انك انت تسجد وتدخل الصلاه، يا رب في واحد اثنين ثلاثه مضايقني، يا رب في المشكله الفلانيه، يا رب في كذا او كذا، وتلجا الى الله تبارك وتعالى وتترك الناس جانبا، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، وصدق القائل حين قال لا تسالن بني ادم حاجه واسال الذي ابوابه لا تحجب. اتفضل حضرتك دلوقتي يا شيخ، احنا يعني هم كل الكريم كله كده، مفيش قرين ابن حلال كده يكون بيعين اللي هو المقترن ليه؟ ما احنا قلنا قرين الملائكه ده، لا احنا بنتكلم على الجن، يعني مفيش جن كده مثلا لا هو يكون كده هادي الشيطان قال ربنا سبحانه وتعالى فبعزته الاغوياء انهم اجمعين، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ الشيطان بيقول لربنا سبحانه وتعالى الا عبادك منهم المخلصين. فالشاهد هنا ان الشيطان من المنظرين، طب هو ربنا انظره ليه؟ عشان يغوي الناس ويوديهم في سكه الضلال، تمام؟ هو القرين ده بيظهر بقى قرين ابن حلال وابن حرام هم كلهم من الجن والشياطين مكلفين، يعني هم مكلفين بالوسوسه وان هم بعاد، يعني يبعد البشر عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. طب هو القرين ده بيظهر، ممكن يظهر مثلا للبني ادم، لان احنا بنشوف كده في حاجات مثلا فيديوهات بيبقى لو حد بيبص في المرايه والداير بيفضل نفس الصوره، فهل دي مثلا حاجات مفبركه ولا الانسان اصلا لو خاف، لو خاف هيشوف كل حاجه، يقول لك شفت فيل معدي، شفت جمل معدي، الدولاب بيتحرك، المج كان هنا فجاه جه هنا، هو اصلا خايف، خوف الجهاز العصبي بتاعه غير متزن. بس انا مش بتكلم على التخيل، انا بتكلم ان حاجات مثلا متصوره فيديو حد مثلا كان بيبص في المرايه، هو التخيل الخوف ده لما بقى عند الانسان فبدا يحصل عنده تخيلات، جه منين الخوف ده؟ عشان خاطر هو اصلا ما هي نفسه للخوف، فبالتالي القرين بقى عنده علم او خبر ان الشخص دوت خايف، فبالتالي بدات تهيئ له اشياء. اما قصه بقى ان انا اقف في المرايه واحضر القران بتاعي واشوف واحده مبرقه لي والكلام ده كله، ده كلام فاضي يعني ما بيحصلش كلها، لا لا كل هذه اشياء. طب القرين ممكن يجلب حاجه اللي هو المقترن ليه؟ يعني ممكن يجيب له مثلا اشياء، عايز فلوس، عايز حاجه، لا ممكن لا يسخره لا يعني لو احنا بنشوف ان مفيش حد فقير. طب واللي بيحصل دوت اللي هو بيبقى موجود مثلا يجيب ويحول دولارات والكلام ده، ده بيبقى شغل ايه مثلا؟ القرين بيحول دولارات؟ ما انا يعني بنشوف دولارات وبنشوف ناس بتطير في الجو كده وناس يعني حاجات كتيره جدا وناس بتقلي بطاطس والكلام ده. هذا الكلام ليس عليه دليل من كتاب او سنه. يعني ما فيش. ولكن ممكن يكون الامر خدعه بصريه او شخص بيستعين بالجن او شخص بيشتغل على قرين الشخص اللي قدامه، هو معاه جن اصلا فبالتالي بيشتغل على قرين الشخص اللي قدامه، اما قصه يطير في الهواء ويمشي على الماء الحاجات دي اساسا يعني سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش عليها دليل ابدا. ماشي؟ وحاجات يعني خارقه للطبيعه وفوق طاقه البشر، اما الانسان يشوف حد بيمشي بيعمل ممكن تكون دي خدعه بصريه او انسان بيستعين بالجن، وطبعا احنا قلنا باب الاستعانه بالجن باب مرفوض او حرام لا يجوز. معنا اتصال ثاني يا شيخ، ام عبد الرحمن. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله كنت عايز الشيخ بس على حاجه عن ابني عنده 26 سنه. وبعدين هو كان كويس وملتزم وماشي في جامعته كويسه والحمد لله ونجح وخلص. ودلوقتي شغال بقى يعني هو بيشتغل من صغره، فيشتغل يعني في نص الشغل يتخانق مع صاحب الشغل ويسيبه، يجي يحط المثليه يتخانق. وفي اوقات معينه بلاحظ عليه ان هو وشه يصفر وشفايفه تبقى بيضه وما يرضاش ياكل ثلاث اربع ايام ورا بعض. وطبعا على فكره يعني مش بياخد حاجه، عشان بقول لحضرتك يعني الحمد لله. هو في اي احلام مزعجه بيشوفها في المنام او اي كوابيس مزعجه متكرره؟ لا والله ده هو هو كتير يقول لي انا بحلم وبنسى الحلم احكيه. طيب هو صاحي في اي اعراض ثانيه عنده؟ الخلع والضيق، في تساقط للشعر، في تساقط بدموع او من غير دموع، في عصبيه زايده، في تقلب مزاج، في الم في المفاصل، في وجع في البطن، في فخاذ غازات، في اي شيء من هذا القبيل. الم في المفاصل،
وعلى طول يقعد في الشغل يبقى كويس قوي، يحبوه جدا في اي مجال شغل يحبوه عشان هو انسان طيب قوي ومخلص جدا يعني، ولكن يجي بقى في وقت معين يتخانق ويسيب الشغل ويمشي، وبعدين يندم تاني ان هو عمل كده، وبعدين لما يصلي يصلي 3 4 ايام وبعدين يروح سايب الصلاه. مره شفته قدام المصليه راح لفها تاني، لفها لفها وقام، قلت له ليه يا ابني ما كمل صلاتك؟ قال لي لا اتخنق. كمان عايزين نسالك سؤال مهم، هو عنده امراض مزمنه زي ضغط سكر اي حاجه من ابدا؟ لا والدي انسان رياضي يعني وكويس. طب هو علاقته بقى، علاقته بيكم انتوا مثلا في البيت وعلاقته باصدقائه؟ يعني مثلا احنا عرفنا قصه الشغل والصلاه، العلاقات بقى ما بينه وبين اهله واصدقائه؟ لا كويس والله أوكي. كويس ويهزر مع اخواته، لكن في اوقات معينه بلاحظها وشه يصفر اصفر اصفر وشفايفه تبقى بيضاء واحس ان هو هيتخانق بعدها. تمام، بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله تابعينا يكون الاجابه ان شاء الله مع الشيخ رجب، هيجاوب حضرتك دلوقتي ان شاء الله. جاوبنا بقى شيخ رجب على الحاجات الكثيره. ام عبد الرحمن يعني ابنها يعني في الغالب ابنها عنده عين وحسد، او انا ليه بقول او ده او دي؟ لان في عرض منها ذكرتهم بتقول ان ممكن يكون عنده سحر مدفون، نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. فاحنا الاعراض سواء في المنام او في اليقظه بناخدها او بنستشهد بها على سبيل الاستئناس. طب ايه اللي بيحدد بقى الشخص ده عنده ايه؟ الرقيه الشرعيه. يا اما ان يسمع رقيه شرعيه، والافضل والاسلم والاولى ان هو راقي شرعي يرقيه عشان يقدر يحدد ده عنده ايه بالظبط تحديدا. ليه؟ ممكن يكون عليه خادم سحر فبالتالي يتكلم. طب ممكن يكون اصلا عنده عين وحسد، ممكن تكون عندي اصلا مسحور بشيطان، او عنده شيطان حسد هو اللي بيعمل كل ده، او عنده مثلا استحواذ قرين فده اللي بيعمل له وساوس في العقيده. فاحنا برضو لازم نعرف الاعراض كامله، وبعد كده بنقرا على الحاله رقيه شرعيه كامله ونشوف المريض ده هيتاثر عند ايات ايه. طب هيشتكي من ايه؟ طب هيقول لا ده انا عندي بس وغز وعندي تنميل في اطراف ايديا ورجليا، لا ده انا عندي بس في شكه هنا، لا ده انا دراعي ده مش حاسس بيه، لا ده انا نص التحتاني كله مش حاسس بيه، تمام؟ او ان هو يسرع تماما، يسرع صرع كلي، وهنا بنقول ان ده عليه حضور كلي، وهنا بيبدا الرقي يتعامل مع الايه؟ مع الجني. معانا اتصال ثاني، ام اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام اسراء. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ ربيع؟ اهلا بيك، ربنا يخليك. اهلا بيك مع حضرتك الشيخ رجب. الشيخ رجب اهلا يا ام اسراء. محترم جدا. ربنا يبارك في عمرك يا ام اسراء وينفع بيك، رفع الله بقدرك يا ام اسراء. اتفضل سؤال حضرتك. حضرتك كنت بتقول قبل كده ان العين ممكن تروح لكن اثرها هيفضل موجود. طيب دلوقتي لو في مس عاشق او حاجه، هل لما بتطلع العلاج المناسب بيروح خالص ولا بيفضل اثر برضه موجود؟ تمام. طب عندك اي سؤال تاني؟ العين لو عالجناها بيفضل اثرها موجود برضه؟ ايوه انا سمعت السؤال بس انا بتكلم فيه. عندك اسئله تانيه؟ لا شكرا. ربنا يرفع قدرك. عايزين الاجابه دي بقى على الحاجات دي. ليه بنقول ان العين بيفضل اثرها موجود؟ تمام؟ وان الانسان لو اصابته العين يفضل اثر العين موجود في جسمه، انما لو اصابه العشق، العشق بيروح. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لان العين خطر او سهم انا مش عارف جاي منين بالظبط. ممكن حضرتك او انا او الاستاذ محمد يحسد اهل بيته. تمام؟ طيب ممكن انا يجي لي شخص ارقيه. بعد ما ارقيه خلاص يعني طلع من عندي كانما نشط من عقال، هو كويس جدا ومبسوط جدا وفايق خلاص كده. مجرد ما خرج بره الشارع حد شافه، تمام، فاصابه بالعين مره اخرى، لان اطراف العين او سهام العين مش عارف هتيجي منين، انما اطراف الحسد معروفه، طالب السحر وخادم السحر والساحر والانسان المسحور وحال السحر الخارجي، الحاجات دي كلها معروفه، تمام. انما هل انا اقدر ان انا اقول لفلان ما تبصليش؟ ما اقدرش. هل انا اقدر احوش عن نفس العين؟ ما اقدرش. طيب يا شيخ والتحصينات النبويه والاذكار، الحاجات دي كلها بتمنع العين. طب اذا كان في اصلا عين جوه مني اصلا هي موجوده في جسمي اساسا، ايه الحل فيها؟ العين بتنفك عن الانسان، بتنفك عن الانسان. قلت كمان زي ما يكون الانسان فينا مثلا عنده جرح في ايديه، خلاص الجرح اتخيط وانتهى امره، بس لسه اثر الجرح فين؟ في ايديه، باين موجود، ولكن هو سليم ومعافى. صح ولا مش صح؟ صحيح. فانا قلت العين بتخرج ولكن يبقى اثرها، اما العاشق فيخرج تماما. يخرج امتى؟ اذا كانت الحاله عندها رغبه في خروج العاشق، عندها رغبه في خروج العاشق، مش بالبرامج العلاجيه وحس، مش بالرقى الشرعيه وبس،
خروج العشق بيكون بالعزيمه والاراده اللي عند الشخص المصاب او عند الانسان المصاب. احنا قلنا قبل كده في الحلقه اللي قبل كده ان الانسان اللي عنده عاشق وبينام على بطنه وبيعمل برامج علاجيه بيقول انت كده بتلعب او بتكتب على الماء كده مش هتوصل لحل، لان انت اصلا لسه فاتح الباب. انا بشتكي مثلا ان في حراميه كتير في البلد، خلاص قفل بيتك كاملا، ما تقفلش الباب وتسيب الشباك، تمام؟ فاحنا بنقول نعالج السبب اصل الاصابه، لازم الانسان يكون عنده عزيمه وعنده رضا ان هو يمنع الحاجه دي عن جسمه تماما. تمام. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل سريع كده ان شاء الله ونرجع نكمل حلقتنا، واطرح في اي حته واللي ليه اي اسئله تخص الشيخ ان شاء الله ومكملين مع حضراتكم. فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم. مشاهدين واستكمالا لحلقتنا عن القرين ان شاء الله مكملين معاكم. اي اسئله اي حاجه يا ريت على طول كده حضراتكم ترتبوا الاسئله عشان ما ناخدش وقت لان في ضغط كتير جدا على الاتصالات. كمان عندنا سؤال مهم جدا يا شيخ بقى، يعني بيطرح نفسه كده برضو يهم الساده المشاهدين، هل يمكن حضور القرين على الشخص المصاب بالسحر او بالمس؟ تمام. بس ده سؤال مهم برضو، يعني الساده المشاهدين برضو اكيد يهمهم ان احنا يعرفوا ايه حقيقه الموضوع ده. الحضور انواع، في حضور كلي وفي حضور جزئي وفي حضور مشترك وفي حضور وسواس او حضور قرين. نتكلم في الشق اللي هو الخاص بالحلقه اللي هو حضور القرين. تمام. القرين ممكن يحضر على الشخص حضور وسواس، ايوه، لو الشخص ده عنده ازمات نفسيه نعرف ان هو ده عنده حضور قرين. تمام. طيب الرقي ممكن يعرف حاجات او يعمل اختبارات بسيطه يعرف اذا كان ده حضور قرين ولا حضور جني. طبعا الرقي الحاذق الفاهم بقاله فتره بيمارس الرقيه بيعرف من غير اي اختبارات، هو بيعرف ان ده حضور قرين. طيب اللي ما يعرفش او لسه مبتدئ يعمل ايه؟ اول حاجه لو الحاله بدات ان انا يعني انقر نقر خفيف بعصايه او باي شيء على اطراف الجسد، تمام، والشخص حاسس بكل الضرب، خلاص يبقى ده معلش حضور، ده معلش حضور. طيب لو الشخص بيتكلم وبيهرف باي كلام، ماشي، في خلال الكلام ده انا قرات عليه ايه السكينه، قرأت عليه فهدي تماما، يبقى الشخص ده عنده تراكمات نفسية، عنده تراكمات أي كلام ده يعني هلوسة مثلا ولا أي كلام بيردد كلام معين أي وخلاص. كلام أو حتى بيتكلم في كلام حتى لو كلام عاقل متزن مترتب. هنا الشخص وقرأت عليه السكين، هنا الشخص ده عنده حاجة اسمها حضور وسوسة أو حضور قرين. في ناس طبعا يقول لك لا القرين ما يحضرش، أنت لسه بتقول القرين وظيفته الوسوسة والإغواء، بس القرين بيحضر. طب في دليل على كده من كتاب والسنه؟ يقول لك لا ما فيش، بس التجربه بتقول كده. طب ايه هي التجربه؟ لما يكون انسان عنده تراكمات نفسيه شديده، يعني الدنيا كلها جايه فوق دماغه، يقعد مع نفسه وهو قاعد نفسه سرحان، يبدا العقل الباطن يشتغل باستمرار، يبدا يجي منه صراع داخلي، يبدا يتكلم نفسه وهو قاعد. لو حد فينا دخل عليه فجاه انت بتكلم نفسك يقول لك لا ما حصلش ما اتكلمتش. تمام. هو في اللحظه دي كان القرين مغيب عقله؟ لا ابدا، هو ده حضور وسوسه. فالتجربة تقول ان القرين بيحضر على الشخص. تمام. طيب امتى نعرف ان الشخص ده برضه عنده تراكمات نفسيه وان اللي هيتكلم عليه هيكون حضور قرين مش 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 حضور مشترك او حضور جن؟ لو انا النهارده بقرا على حد وبدا يبكي، طب لما يبكي اعرف انه بكاء العارض الجن اللي عليه ولا تراكمات نفسيه؟ لو الشخص اللي قدامي بكى بالدموع نزل منه دموع يبقى ده عنده تراكمات نفسيه وهيحضر عليه حضور قريب. عندك سؤال؟ معانا اتصال تليفوني ام مهند ومستنيينها بقى كتير، اتفضلي يا ام مهند. ماشي. الو الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. دلوقتي انا لما تحصل معايا حاجات وبشوف حاجات قدامي، والحاجات دي بشوف رادر وبشوف مره قدامي، وانا ونايمه اما اديله مره تخنقني وتبقى تموتني وزعج انا ونايمه اقولها ما تموتنيش. وبتحصل معايا حاجات وحشه وما شاف مره وما شاف راجل، والراجل ده يبقى قاعد جنبي يزغزغني انا وراجده واقوم اعذره. ما سمعتش اخر جزئيه. ده 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 الراجل ده اللي بيجي ده في الحلم ولا دي تهيؤات في الحقيقه؟ ساعات اشوفه في الحلم وساعات اما اشوفه قدامي. تمام. ايه اللي بيتم يعني مهند مع الراجل؟ حصلت اصابه، حصلت حاجه مشكله، ولا هو بس حضرتك بتشوفيهم بس؟ لا، بعد ساعات يعني اما اقوم الاقي علامات على جسمي.
في علامات على جسمها. العلامات دي يعني ايه؟ زي خرابيش كده ولا علامات زرقاء؟ لا، علامات زرقاء. وصل السؤال كده يا شيخ رجب؟ نقدر تمام. وصل السؤال يا ام مهند. عندك اي اعراض ثانيه يا ام مهند قولي يا ام مهند نستشهد بيها. لو عندك اي اعراض ثانيه ممكن نستشهد بيها في الـ في الـ في الرد على سؤالك، قولي الاعراض دي. الاعراض انا لما اخش الحمام اما يعني حتى مساحه وحدث في الحمام الاقي الحاجه دي تضربني والحاجه تبقى ورايا ومره تبقى ورايا وتقول لي شو راحت من فوق موت روحك وعايزاني اموت روحي. تمام. وعايزه تخليني اسوي راحه من فوق ما طيبناش الدات اللي هو بيتوزي ده وانا ماشيه منه عشان كان وقته ده عندي بسابوس ومشاكل على طول انا وزاز وما تعرف انا هو على طول. تمام. وصل وصلت رسالتك يا مهند. تابعينا الشيخ رجب برضو ان شاء الله هيجاوبك على كل العرض اللي قلتيه. هي بتقول يا شيخ رجب ان هي بيتهيأ لها ان راجل وست قاعدين جنبها ده وهي صاحيه وهي نايمه بتحلم برضو بست دي عايزه تخنقها وتقول لها موتك والكلام ده وفي الحمام نفس القصه اللي قالتها. ايه الموضوع ده؟ ممكن تكون الست دي والله اعلم حاجه بنسميها التابعه او بتكون تابعه عين او حسد. تمام. طيب لما حد او واحده ست تشتكي تقول انا وزوجي في خلافات او مش لازم صاحبه الشوق هي اللي تكون مصابه خلاص كده. ممكن يكون اصلا الزوج هو اللي مصاب. الزوج هو اللي مصاب ليه؟ هنا معنا طرفين في المشكله، ما ينفعش ان انا اسمع من واحد بس. طيب لو معنا الطرفين في المشكله والاثنين ما فيهمش اصابه، اثنين كويسين جدا، يبقى المشكله في البيت. لازم الراقي او المعالج يلم بكل اطراف الموضوع حتى لو كان الناس ديت يعني راحت لساحر قبل كده او راحت لشيخ قبل كده. لازم يسال رحت لشيخ قبل كده ولا لا، طب انت اتبعت برامج علاجيه ولا لا، طب عملت كذا ولا كذا ولا لا، بحيث يلم بكل الامور بحيث يوصل للتشخيص السليم، لان التشخيص السليم ثلاث ارباع العلاج. تمام كده. فهي دلوقتي بتقول انا عندي مشاكل، انا عندي مشاكل في البيت، ممكن يكون البيت اللي مصاب، في مشكله اصلا في البيت، عمار المكان، في اشياء متسلطه على البيت. تمام. ممكن يكون اصلا زوج الست دي هو اللي مصاب، مش شرط هي. وساعات نقرا على الحاله، لما نقرا عليها سواء مثلا الزوجه مثلا على سبيل المثال قرانا عليها والزوجه ما عليهاش اي اعراض ولكن هي ما عليهاش ما فيش اي دليل انها مصابه ولكن الزوجه دي بتشتكي من كل الاعراض. تمام. نعمل ايه؟ نقرا على الزوج لان في الحاله دي ممكن يكون معانا دلوقتي مس متعدي اللي هو منتقل لغيره. تمام. بيتعدى على مين؟ على اقرب شخص محيط بالشخص المين اللي هو صاحب الاصابه الاصليه. تمام كده. فالناس المتزوجين تحديدا لازم لازم تقرا على الزوج وعلى الزوجه. تمام كده. معانا اتصال تليفوني تاني يا شيخ. احنا تليفونات كتير النهارده الناس بتستفيد بقى ان حضرتك متواجد. ام علاء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. الله يخليك. انا معايا بنتي تعبانه يعني ليها سنتين. معلش حضرتك علي صوتك كده ويا ريت الكلام يبقى واضح. اه معايا بنتي. بنت حضرتك اتفضلي. ليها سنتين تعبانه. تمام. تشوف حاجات يعني تشوف خيرات، تشوف ناس يعني واقفه عليها، ناس عايزه تقنبها، واحد عايز يقتلها. عندها يعني كم سنه بنتك يا ام علاء؟ عندها كم سنه؟ عندها كم سنه؟ كبيره يعني؟ 21 سنه. 21 سنه. طب انت عندك اصابه يا ام علاء؟ نعم. انت عندك اي اصابه؟ عندك اي مشكله كنت بتعاني منها؟ اي اصابه روحيه يعني اقصد؟ سحر او مس او عين او غيره؟ لا تمام. انا ما عانيش باي حاجه بس هي اللي بنتي يعني من سنتين على كده. فانا مش عارفه ده سحر ولا انا كل ما اوديها لشيخ يقول لي سحر يعني عندي. ما هو الشيخ اللي عارفه يعني الشيخ اللي عرفه انه ده سحر كان يقدر يفكه، ايه المشكله؟ ولكن احنا عايزين يا جماعه نوصل للتشخيص السليم. انت حضرتك قولي كل الاعراض اللي عندها. ما احنا اقول لك انا لما الاعراض اللي عندها تحس على طول معدتها وجعها على طول. طب ثانيه واحده، وجع المعده ده انتفاخات وغازات ولا تقل ومغص؟ لا تقول لك حرقان على طول في معدتي ومش فيش نفس تاكل. طيب الحرقان ده يا ام علاء اسمعيني بس، الحرقان ده تحت عند عند الرحم كده عزكم الله ولا في النص ولا عند فم المعده فوق؟ لا عند فم المعده فوق. تمام. طب مع الحرقان ده بيكون في صداع ولا ما فيش صداع؟ ها؟ مع الحرقان ده في صداع ولا لا؟ لا في صداع شديد على طول. هي في الغالب يا ام علاء بنتك شاربه سحر، ده سحر مشروب. تمام؟ مشروب. ده سحر مشروب يا ام علاء. لو بقى لها فتره شاربه السحر ده فهتلاقي بنسبه كبيره جدا ان خادم السحر تحول لعاشق. وطبعا ما ينفعش نقرا العاشق على طول مباشره لان كده مش هيطلع ومش هيخرج اساسا. لازم نبطل السحر الاول وبعد كده نقرا على العاشق.
لا مؤاخذه يا شيخ، بقول لك يعني بالليل لما انا اكون نايمه يعني احس ان حد معاشرني يعني. طيب انا لسه بقول لهم معلقه اهو، هي لو كده السحر معاها بقاله فتره كبيره جدا، فخادم السحر تحول زي بالظبط كده زي وضع يد، استحوذ على الجسد بقى، حس ان هو بتاعه لانه بقاله فتره كبيره جدا في الجسم، تمام؟ فبالتالي احنا دلوقتي لازم نعالج السحر المشروب الاول، اي وصفه ممكن ترجع بيها، تمام؟ وطبعا هي لو هي الخلط بتاعها يناسبه ترجعني خليها ترجع، يناسبه اسهال نخليها تسهل، ما فيش ادنى مشكله عادي، على حسب الخلط. لكن على كل حال عشان بس ما تتطرقش في الامور، خليها بس تاخد 5 جرام حلتيت يعني قد حبات فاصوليا لمده 3 ايام على الريق. سامعاني؟ 5 جرام حلتيت، 5 جرام حلتيت على الريق لمده 3 ايام. تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، وان سمعت رقيه ما فيش ادنى مشكله، وممكن تقرا سوره البقره كامله على ميه وتشرب منها باستمرار على طول. ماشي شكرا يا ام علاء، نشكرك يا ام علاء. في سؤال دلوقتي تاني يا شيخ، هو ايه الفرق بين القرين والجن والعفريت والمارد والشيطان وكل الكلام الكبير قوي دوت؟ عايزين نشوف الفرق لان احنا كده كله دخل في بعضه. الله المستعان. الله المستعان. عليه الصلاه والسلام. الجن ده اسم عام، تمام، زي احنا كده اسمنا الانس، هم كده كانوا اسمهم الايه؟ الجن. عالم الانس طبعا فيهم رجال ونساء، صحيح، تمام تمام. طيب الجن فيهم العفريت، وده القوي، القوي من الجن بيسموه عفريت او الشاب، تمام. فيهم ايضا اطفال، خلاص كده. فيهم كهول وعواجيز، فيهم نساء، فيهم ملوك وقبائل ورؤساء، وعالم زي عالمنا بالظبط، ويمرضهم ويصحهم الى اخر ذلك، يعني مثل الانس، تمام. وفيهم مسلمين وفيهم كفره، وده ورد في سوره الجن، تمام. طيب المارد ده برضه من الجن ولكنه شديد الكفر. طب الشيطان، الشيطان دي صفة تطلق على كل جني عاصي، شطنا أي بعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فكل جن عاصي بنسميه شيطان، بنسميه إيه؟ شيطان. ولكن مش كل الجن عصاه، في جن مسلم، تمام كده؟ طيب فإذا ده الفرق معنا بين الجن، قرين، العفريت، والشيطان، والمارد، والحاجات دي كلها كلها مسميات، بس انسان لو فاهم الامر هيستريح. طب هو العفريت يعني متاخده لما حتى بقول له انت عيل عفريت، هو العفريت دوت اللي بيبقى شقي فيهم يعني وبيهز البنادمين ولا؟ عيل عفريت يعني ما بيقعدش ساكت، فالناس بتقولها كده كلمه مجازيه. واللي بيطلع مثلا بيطلع للبنادمين والكلام دوت والخوف، هو ده يعني، هو ده العفريت ولا اي نوع تاني من الجن؟ حته بقى اللي بيطلع واللي بينزل والكلام دوت، الانسان اصلا قلنا لو هو خاف هيطلع له كل شيء. انت من خوف المصيبه في مصيبه، الخوف هو ربط حزام الامان وظبط كل حاجه في العربيه وكله تمام، ماشي براحته خالص ومنتبه، ولكن في ظل الحاجات دي كلها وكل هذه الاجراءات الاحترازيه هو توتر، بدا يخاف، بدا ان هو جهازه العصبي يعني بدا يختل، هيعمل ايه؟ هتكون نتيجه ان هو هيصطدم بالرصيف، صح ولا مش صح؟ طبعا كده احنا، فالانسان فينا ما يخافش. انت من خوف المصيبه في مصيبه، كده احنا فهمنا حضرتك ان عالم الجن زي عالم الانس بالظبط، في كل حاجه بالظبط، تماما تماما، مفيش اختلاف، مفيش طيب اختلاف. هل بقى والجن مكلف، الجن ايضا مكلف وبيتزوجوا زي الانس بالظبط، كل حاجه كل حاجه زي الانس، حياتهم كلها. هل يتزوج الجني؟ قال ذلكم عرس، لم اشهد وانا ما شفتش العرس بتاعهم، ولكن مع زمناش ربنا حدش المستعان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال افلا تتخذونه وذريات اولئك من دونهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ده كان في سوره الكهف، يعني زي ما لي ذريه فهتيجي منين الذريه؟ اكيد بيتجوزوا طبعا، تمام كده. سؤال اخير بقى يا شيخ قبل ما نختم عشان وقتنا كتير جدا، وقتنا خلاص يعني خلاص طبعا. لو قعدنا معاك كتير جدا مش هنلحق ناخد اللي احنا عايزينه. هل بقى القرين بيعشق صاحبه؟ القرين يعشق صاحبه ولا لا؟ اكيد لا. طب ليه؟ لو القرين اللي هو مع الشخص ده او الجن اللي معاه ده اللي احنا بنسميه قرين، بنطلق عليه لقب قرين، بيعشق صاحبه، كان النهارده كل واحد معاه عشق، خلاص كده؟ ليه؟ احنا قلنا العشق ده بيجي من طول فتره مكوث الجن في البدن، خلاص كده؟ فهو دلوقتي القرين معاه من ساعه ما يتولد لحد ما يموت، تمام؟ وعارف كل نزواته ورغباته وبيحب ايه وبيكره والكلام ده كله، فبالتالي لو احنا قلنا ان القرين ممكن يعشق صاحبه، خلاص يبقى كل حد فينا معاه ايه؟ معاه مس عشق. شكرا جدا يا شيخ رجب، استفدنا منك النهارده كتير جدا، وفدنا كمان الساده المشاهدين بالاتصالات اللي هم اتصلوا، والسؤالات اكيد فداكم النهارده طبعا بحضور الشيخ رجب، ويوعدنا على الهواء برضو دلوقتي كمان ان هو يبقى معانا في حلقات ثانيه نقدر نفيد حضراتكم. وبنشكرك جدا ونورتنا في برنامج بلدنا الحلوه يا شيخ رجب، وان شاء الله نكون معاك ان شاء الله بقى، يعني اتمنى ان احنا نكون فدناكم النهارده اعزائي المشاهدين، وان شاء الله الحلقات الجايه هيبقى فيه برضو مواضيع كده تهم حضراتكم زي ما انتم بعتوا لنا على الرسائل وطلبتوا الشيخ الجليل يحضر النهارده، فاحنا تلبيه لحضراتكم جبنا الشيخ، وان شاء الله هيبقى معانا في حلقات ثانيه.
مستنيين طبعا اي اراء ليكم، وبنشكر كل الناس اللي تبعت لنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك برنامج بلدنا الحلوه، وان شاء الله انتظرونا بقى الاسبوع اللي جاي باذن الله تعالى، وحلقه جديده برضو قويه زي ما عودناكم كده. وبنشكر كل الناس اللي متابعانا في كل حته، وقرايبنا واخواتنا وحبايبنا وكل الرسائل الحلوه اللي بتجينا. وبشكر سعادتك ست الشيخ، والله يا حضرتك احنا الوقت وقت مع حضرتك بيمشي بسرعه جدا، يعني احنا حاسين ان احنا قاعدين مع حضرتك دقيقه بس مش ساعه. ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله وخير. وبنعتذر طبعا للساده المشاهدين ان احنا ما لحقناش ناخد المكالمات بتاعتهم، ومستنيين برضو الاسئله بتاعت حضراتكم على صفحه البرنامج، وان شاء الله هنجاوب لحضراتكم، والشيخ هيبقى معانا باذن الله تعالى في حلقات اخرى. وبنشكر حضراتكم، وبنشكر الاخراج، وبنشكر يعني الناس القائمين على البرنامج اللي احنا تعبينهم معانا، وبنشكر حضراتكم. وفي النهايه انتظرونا الجمعه الجايه في برنامج بلدنا الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.